ولا الإنسان يقول لك مثلا كي يعجبه نجم يعطيك مبلغ أنت ما كنتش هو بيدو اللي تتصوره. إيه صارت بمال دفوع ناس تدفع أكثر من اللي قديش هو في الأصل معنا 10 دينارات 10 ليه هاي قديش بالبورتريه في النهار ويتت مرة ساعات نبقى جمع ما نخدمش احنا ما نجموش نقولوا الأرقام متاع المرتب متاع العبد معناها مي انت تقول بالفن متاعك توصل تعيش العائلة الحمد لله وليك عائلتي عندها حلم أكثر من الفلوس أثر حمزة بالسؤال وقصينا التصوير وبعد وقت رجعنا مع حمزة رجعنا أمريكا شو اللي أثر فيك يقول لي برك علاش تأثرت ليه يا ولدي إذا كان مكش فنان ما تأثرش مش هذا الموضوع هاي مال شنو اللي أثر فيك أثر فيا كي تفكرت شضيعت وقت بوريا مش كنت نجم نعمل فيه والمستقبل ايه والطريق مازال طويل ان شاء الله نحاول نخدم عليه ليانا عائلتي باش تحسن وتطور وتقدم باش نحسن وتطور ساعات فما ظروف معينه تخليك ما تعملش الموهبه نتاعك فهم المادي الماديه انك تشري فورنيتور مثلا ما هي مهمه الفورنيتور ما عندكش حق باش تعمل قد ايه حقهم هم كل يوم انت كي باش تخدم مثلا تو انا ما عديت معايا نهار كامل تبرز كل يوم ما ريتش عندي خدمه قديم نعرف نرسم ونحب نرسم الورقه بسومها والواحد بسومه وكل شيء بسوم تنجم تشري قداش تكلفوا هو تقريبا تكلفوا انت كي باش تاخذ خطوه مثلا ب 20 دينار ب 40 دينار ب 100 دينار التابلو فيرج باش تخدم عليه انت اش باش تخدم شو تستنى من احنا تو انت انا نرافقوك نكونوا معاك ماذا بين الفرصة اللي معناها صنعت من هنا شوي وعضو بالله من كلمتين إن شاء الله في وسط يدين ثقة متأكد يعني اللي باش ترافقوني متأكد باش ترافقوني مش متأكد إن شاء الله حمزة نتلقاو قريب إن شاء الله إن شاء الله بون كوراج يعيش خلينا حمزة مع الناس اللي يستناوه كل يوم باش يصور لهم البورتريه متاعهم في انتظار مستقبل أحسن مازال حمزة يحلم به وللحديث بقية سيرين في مشروع فني تقول لأصحابها ما يلوحوا حتى شيء على خاطر بيلي ديشي تعمل لوحاتها الفنية
يتكسروا والكل في عود ما يمشيوا معناتها للبوبيل حاشاكم والكل دونك ينجموا نبدلوا لهم الفونكسيون نتاعهم. ودخلنا في فاصل مع ذكريات سيرين والبدايات نتاعها. ملي انا صغيره كيف ندور في الدار نراها كلها تابلوات والكل كان تعجبني معناتها بشوي بشوي بديت نحس حاجه في دمي يعني هو اللي ارتاح يعني نخدم دي بانتور كلاسيك كيما هكا اللي ارتاح مي الحاجه اللي لقيت روحي ناجحه فيها اكثر واللي عملت لي لامبرانت نتاعي وسط العباد وسط حتى في الميديا وعباد ما نعرفهمش الكل هي خدمه الريكوبيراسيون هذه اللي على فوا انا بعد جمعة في وسط العاصمة كان عندي لقاء مع سيرين في بلاصة تعز عليها برشا لكن قبل هذا كالعادة سيرين تقف في محطات باش تاخذ الهدايا متاعها اللي هما لي ديشي اللي جيبوهم لأصحابها عسل صباح هاي تفضل خذ خل شنو جبت لي ترا كيما وصيتني انت الخردة اللي في الدار الكل جبتها لك ومشينا للوتيل وين تعرض سيرين احنا في الاسباس هذا اللي انت تخرج فيه الموهبة متاعك باش الناس تشوفه لانه فما برشا حاجات حلوين ساعة كيفاش يقبل نزل انه انت تو اكسبوز عنده هما فت كونتاكتيني وقتها في الفيرنيساج نتاع البيت الحمد لله دونك كونتاكتيني وقلت بوركوا با جيكسبوز يعني ديجا هما راهو خدمتي في لي ريزو سوسيو في لي ديكسبوزيسيون اللي عملتها من قبل بالخدمه نتاعي في السيف وتشوف شويه لا فريكونتاسيون تاع الناس تبع شويه شكون يجي شكون يتبع الملاحظات وتو سا اترافير ليكسبوزيسيون هذي بيان سور ديجا برشا عباد يعني كي يجيو مثلا لهنا في لي ريونيون والكل برشا فيهم هكايا لوجوا عليا على الفيسبوك ولقاوني بعثوا لي ميساجات وقالوا لي
عجبتنا خدمتك وفي مشكون شاء الله خدمتي. وتحكي سيرين على أولى اللوحات اللي عملتهم. أنا خدمت لو بورتري نتاع أن أرتيست ريكوبيراتور. أوكي. دونك هذاك سيتي لو بخومييي ترافاي اللي نعملو. كيما أنو ماج معناها. صحيت. السيدة هذي على البورتري هذا شكون؟ شعري أنا من تالي. شعرك أنت من تالي. فما ناس يوحيولك باش أنك تعمل تقدم الأعمال هذيا. فما ناس يوحيولك يعني ما نعرفش أنا ترى بيرسوناج ترى حد قريب لك ترى صديق صديقه تقول سي بيان نجسدو معناها بيان سور شو ريت لي زارتيست سورتو لي بلاستيسيان راهو لي بلاستيسيان اي حاجه يراوها في حياتهم هما يمشيو في الشارع ما يلفت انتباه اي حاجه هكا ينجم يصنع بها ولا يخدم بها ان ترافاي ارتستيك وي وينجح بها على الاخر معناتها ليه راهي خدمه ان بلاستيسيان ولا ان بلاستيسيان فيها برشا تعب برشا ريشيرش برشا فن برشا ايماجيناسيون. وسألت سيرين على الفكره انه الفن مش خدمه وماهوش مضمون. سؤالي ليك هذا يضمن مستقبلك؟ مادامني انا حاجه ثنيه انا تصدمت عليها دونك شنو نضمن مستقبلي اوتوماتيكمون معناتها. يعني يوكل الخبز ولا؟ انت لازمك ترد ويوكل الخبز، سي تا فاسون دو ترافايي دو de faire ton empreinte في l'entourage نتاعك في بلادك c'est toi de progresser معناتها انت تخدم وتردها خدمه بالحق خدمه بالحق انت معناتها احنا اساسا احنا معاك c'est une mission اللي هي تعاون الناس باش انهم الفينانس لوغ بروجي محتاجه هذا انت بالطبيعه محتاجه اي بروجي ارتستيك بدا محتاج معناتها الفينانسمون نجمو نشوفوا احنا طريقة التمويل نحكيو فيها بوركوا با انا ما نقولش لا وسألنا سيرين باش تكمل في الغرام الى الممات الاخر نفس في حياتي ما لازمكش تسلم في حلمك ومهما العباد قالوا لك ما تنجمش وامبوسيبل ودرا شنيا ودرا شنو لا مكملين مع سيرين في رحلة الحلم بالمشروع الفني وللحديث بقية كان هذا كل شيء في حلقة اليوم ديما تنجموا تتفاعلوا معنا على الباش فيسبوك احنا معاك ولا تبعثونا باقتراحاتكم على ادرس ميل احنا معاك @الحوار.in وما تنساوش احنا ديما معاك